أهلا وسهلا فيكم بحيفا. اليوم إحنا بمدينة حيفا. هالمدينة من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية الواقعة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط. تبعد عن القدس تقريباً 158 كيلومتر للشمال الغربي، وحسب الإحصائيات الأخيرة فعدد سكانها اليوم حوالي 272 ألف نسمة، وبالإضافة ل 300 ألف نسمة يلي بيعيشوا في الضواحي السكنية حوالي المدينة. اللي من حاسة ممتازة للكنافي. حالياً إحنا سوق الرابش بحيفا، هذا السوق بيفتح كل يوم سبت. شوفوا فهونا في واحد ببيع عملات بالصدفة، طلع شو لقيت، يعني 100 مل هاي عملة فلسطينية. فتخيلوا كل اشي بتشوفوه هون بضاعة، قسم منها مستعمل قسم منها جديد. 3 بـ100. من أهم الأحياء العربية يلي بقيت بعد النكبة بحيفا هو حي وادي النسناس وحي عباس والكبابير والحليصة وادي الجمال وحي وادي الصليب. فهي الأحياء يلي بتحوي نسبة كبيرة من العرب، أما باقي الأحياء فأغلبها يهود. وادي الصليب هو من أقدم الأحياء العربية اللي كل سكان حي وادي الصليب هجروا بالكامل، يعني مثل ما احنا شايفين هون البيوت، هاي البيوت إلها أصحاب، بس طبعاً أصحابها اللي هي موجودة بمخيمات اللجوء والشتات مثل مخيمات سوريا ولبنان والأردن وإلى آخره. شوف كل حيفا البلدة تحتها ومين حيفا يلي هو من أضخم أكبر موانئ عندنا في البلاد. لو بدور حيفا كلها ياسا أحلى منطقة بحيفا هي وادي الصليب. أنا صار لي 50 سنة هون. أنا هون بعيد كنت صار لي 50 سنة. طبعاً حالياً إحنا بحي وادي النسناس اللي هو من أكبر أحياء في مدينة حيفا، هذا الحي أغلبه عرب. شو حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول. بعد مش خمران هذا السوق فيه كل جميع الأكل، جميع الخضار والفواكه، والكان سوق قوي قوي جدا جدا. هاي كوسة بندورة، محاشي بندورة بتنجان. هنا يا شيخ المحشي. انتم موجودين في حي وادي النسناس، حي عربي بمدينة حيفا، موجودين بمطعم نزهة. مطعم نزهة بيحكي عن مأكولات البيتية اللي هي بسموها القديمة، زي المجدرة والدوالي والشلباط وكل المحاشي. هنا ورق دوالي، الله. وضل سوق عربي، هو السوق العربي الوحيد بمدينة حيفا، وهو الحي الوحيد عربي كلياته عربي، وزي ما انتم شايفين نظام عربي بحيفا. بحب اضيف انه تفاجأت فيكم بزيارتكم. احمد قدورة سمعت عنه كثير وتشرفت بمعرفته ومعرفة الشباب كمان. اهلا وسهلا فيكم. طبعا الحمد لله يا جماعة صرنا مكلين وشبعانين، فاليوم احنا جمعنا 7 طبقات بصحن واحد. كلنا ملفوف، ورق دوالي، شوشبرك، بامي، بصل محشي فريك، هاي أول مرة أنا بسمع فيها. نزلي مع لحمة؟ لا منزل لحالة. إن شاء الله يظل طيبين وتجزرونا يا رب، ينطيكوا عمتي بالنجاح حبيبي، بالنجاح وبالتوفيق يا رب. حيفا زمان ما كانتش مدينة مثل ما هي اليوم. بالقرن 14 قبل الميلاد حيفا كانت قرية صغيرة. إن الكنعانيين يلي سموها كيفا أو حيفا ومعناها الصخرة باللغة الأرامية.
حيفا الحديثة تأسست بعام 1761. أمير من الجليل من قرية عرابة اسمه الظاهر العمر الزيداني، قائد عظيم متنور. الظاهر عمر هو يلي حول حيفا من قرية لمدينة. كل القرى اللي بدي أذكرها ظاهر العمر حولها إلى مدن، قرية حيفا، صفعمر، الناصرة، طبرية. جينا على مزرعة كتير حلوة، هاي أحلى منطقة، ترت الكرمل اللي هي تابعة لحيفا. مزرعة ملاني مواشي، جاج، ديوك، صيصان، بقر. تلحس الكاميرا. لا لا سانا وطلت اي اي. كمان شغلة مميزة يا جماعة بحيفا، حاليا احنا في طيرة الكرمل او بنفع نقول طيرة حيفا يلي بيقولوا له طيرة اللوز، كمان نفس الوقت طيرة اللوز لانه انشهرت كثير في اللوز. كمان حيفا ما بنذكر انه مشهورة في التوت، شجر التوت. بطبخوا خروف، ايش بصير؟ رب كتير كتير صحي. الخروب بتعرفوا شجر الخروب، بقرون هيك بالنية، احنا منكتها ومندقها. زمان كانوا يدقوها بالشاكوش عشان تتكسر، عشان ايش؟ المي تبعتها تنزل. اسا بنجيبها بنحطها بحلل كبيرة، وبعدين منغمرها مي، منخليها لتاني يوم مغمرة عساس كل المي الحلوة وتنزل بالمي. بعدين منجيبها منصفيها ومنكب كل الخروب، بتضل مية الخروب لحالها. منحطها بالحلة هاي ومنغليها، منصير نزيدها شوي شوي وهي تغلي عشان تربط وتصير خروب. حاليا احنا بالبلد التحت بحيفا، وطبعا احنا لازم نذكر انه حيفا مقسمة لثلاث اقسام. البلد التحت اللي هي بتضم المراكز التجارية ومينا حيفا، البلد الوسطانية اللي بتضم الأحياء القديمة في مدينة حيفا، والبلد العليا اللي بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. هاي هي مدينة حيفا، فهي أرض مقدسة. انذكر بالإنجيل إنه يسوع كان بأرض حيفا وباركها. سيدنا المسيح والسيدة مريم العذراء مروا من هون، كانوا متوجهين من مصر وبطريقها للناصري عن الطريق الساحلية. وقتها كانوا هاربين من خطر الحكم الروماني، وكانت هاي الطريق الساحلية بتمرق من حيفا القديمة وبتقطع مقام الخضر وبتسير مع شط البحر قدام باب كنيسة اللاتين. هيك بنتهي نهارنا بمدينة حيفا، كانت حلقة جدا مميزة، كثير انبسطنا فيها. طبعا يا جماعة نتشكر منصات الجرمك اللي هن عم بدعموا كل هاي الأفلام يلي عم تحضروها، إن كان صفد، عكا، ترشيحة، حيفا، مستمرين إن شاء الله ليافا، القوت وكل المدن والقرى. شكرا لكم على المتابعة، يعطيكم العافية.